هنعمل البرتقان باليوسفي. عندي شوية من المية، عندي برتقان ويوسفي وتلج وعسل، وده كل اللي عندنا. على طول كده هنزل بالتلج، هننزل عليه بالبرتقان واليوسفي. هنزل عليهم بالعسل. وبعد كده هنزل بشوية صغيرة من المية، لان البرتقال ميته كتير قوي، اليوسفي ميته كتير قوي، والتلج كمان لسه هيتجرش، فانا يدوبك هنزل بس بشوية كده من المية تساعدنا ان احنا نجرش التلج.